عم تخطف بدك تدخل خلص بطل على قله الادب بدك تدخل شباب مين هون احكي لك كلمه احكي قول برا ما بتحكي خلص لا قول احكي لا تطلعوا فينا لا وضعتنا قدام العالم يا لاعب الشو خلص يا معلم مخمع فيك انت مخمع فيك ابن ادم طول بالك بعد له سياره من ناحيه المحل لا يعملنا مشكله معلش اذا بتريدك خلص روح عمي بعدش روح على ارض على اسمك ما بدنا مشكله رجعت انت روح ليه لعوا خلص عوا ما ارسلوا هلا قول قدام كل الشباب فضل بلا علم اذا انت غلطان معنا نحن ما رجعت شو بعدين انت شايف الموت وبعدين معك وبعدين معك روح العمر لك عماد ببوسه لايدك اتركه بحاله بقى اخي انت بدك قصه تشتغل فيها انت لك خلص ناولني اللي بعشى المطبخ لك وين المشكله ما بدي اغلط معك رجعت لا حول ولا قوة الا بالله خلصنا لك سعيد خلصنا ولو يا ابو جدي خلاص انا عشتي ما عاد لمعنى هلا 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 بيستني بدي اروح انتحر بتنتحر ما تنتحر لك يا سعيد مشان شغله تافهه لا مو تافهه لا مو تافهه وكلكم زعلانين مني وزعلتوا مني خلاص بدي اروح انتحر خدني انتحر وين بدك تنتحر؟ وين ما كان وين ما كان شرفوا بلا شو يلا هو فكرني عم بمزح ما فكرني عم بمزح تاخذني على تعالي ما لا بعرفك ما عم تمزح بس عم دور لك على قرني هيك ظريفه يلا انتحر من اول مره بدي انتحر روح وين ما كان بدي الحش حالي الله الله شريف معلم شريف لك ما زبطت معه لصاحبك والله ما زبطت يا معلم بس الا ما تزبط باذن الله تعرف انا شو اللي بيعجبني فيك ابو جان بري شو معلم انت بتفكر بالشغله وبتصلى هذا المسكين لا قدران يعمل هيك ولا قدران يعمل هيك عم يضوع وقته ووقت غيره لك الا شيل الفطبل من راسه خليه يتعلم السواقه بركي بس يشوف خير عندي اي والله ممكن زبط قرب لا ولا شوفه لا صف قدامه صف مر معلمي ابو جنطي بدي تدير بالك عليه هالمسواقه بركي بنحسد له حياته الاجتماعيه حاضر معلم تفضل يا رفيقي يا رفيق عمري ليشك عم تحاكيني بنشافه شو بدك يعني حاكيك شو بدك يعني حاكيك لكان شلون بدي اياك تحاكيني لازم تحاكيني مثل كاني رفيقك ما انا رفيقك يا زلمه دك الرفقه ما بيحكوا مع بعضهم هيك ها لا تجنني عماد شو حكيت ليش شو زاويه تفتري علي قدام العالم هلا هيك فهمت انت شلون بدي افهم لكان صدقني يا سعيد انا كل شيء سويته مشانك والله قطعت تفهمني غلط لك لسه بيقول لي مشانك لك شلون مشاني اعرف لي اياها مشانك اذا بدك فهمك الموضوع فهمك يا بس انت معصب لازم تروق يا عمي هي روقت تفضل احكي رح افهمك بس هي هذا الموضوع يا اخي بده كاسه شاي بده سيكاره بلشوا لك ايه لك لا تقول انه جاي طيرس عليك انا ما عندي سكر بمرق لعندك بشرب كاسه شاي وبرد خلاص 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 لا تكمل الديباجي حفظتها قايم اعمل لك شاي قايم قول من الاول لعيت لي قلبي وانا طالع بجعني والله تعبان والله بدي اروح نام لي شويه عماد العمى وين راح هذا عماد شو انتحر لك يا عماد لك عماده أنا بالكلب أعواش يا عيني عليك يا أم النو شو ها؟ تعطيني هنا تعطيني والله بشي بشهر أكتب شي لعصاعي صدر طيبة كتير هاي سلام هديات أمي دائما تقبر لي صحة بدكم شي مني؟ سلامتك أبني بدنا الرضا يلا حاطركم بدي أخذ رأيك شغلة شوف لي هاي شو حلوة يا أمي مشان الله شي من راسك هلا لك شو خسران؟ تفرج الفرجة ببلاش مسيك شو ها؟ كأنها قلبة هاي وجع قولي هاي بدها غيار شاسية فورا وجع يا حبيبي ليك عيونها مثل اسطبات فوكس فاجن هاي قول الله من أمر الله بس بقى وجع استني شوي هاتي لشو
يا سلام، هي مشيح تمشيح وشها هيك ومحبح، بندوش بوليش وتفويت على الفرن. ايه علينا يعني هيك بدنا نقضيها؟ ما عم يعجبك شيء؟ منين بدي اجيب لك انا ودبر لك؟ بدي وحده بتشبهك، حركاتك، عيونك، شعراتك، طبخاتك، كل شيء فيكي، بس تلاقي لي وحده ام النور اخطبي لي اياها. سلبناها عليكم. وعليكم السلام اخي. شو انكسر القالب تبعي انا؟ يا انا تطرشك انت؟